مرة قلتي إنه والدك ما كانش بيعاقبك، عمرك ما تعاقبتي؟ عمري إلا مرة واحدة ممكن أحكيها لكم. أيوة. عايزة. بصي، أنا أبويا حنين جداً، والطيبة والاستيعاب والتفاهم كده. بس أنا جيت في مرة، كنا في العجمي، يعني وإحنا عايشين في العجمي، عملت حاجة واحدة بس. كنا عايزين نخرج قوي كلنا، وبعدين مش عايزنا نروح في حتة معينة، وإحنا الأربعة عملنا اتفاق إن إحنا هنروح ومش هنقول، بس هنرجع بدري. فهو إحنا اتأخرنا طبعا. لما رجعنا سألني أول حاجة، أنتوا كنتوا فين؟ قلنا له كنا في هنا جنبنا، يعني مش عارفة إيه. قال لي لأ، أنا عارف إن أنتوا كنتوا في المكان ده. فسكت طبعا. هنونة أول واحدة جريت، إحنا زقناها عليها عشان هي كانت دايما القوية بتاعتنا يعني. بس حرام، في الاخر زعق معايا. انا خدت قلم، المره الوحيده في حياتي اللي هو مد ايده عليا وضربني قلم، مره بس. غير كده يعني الحمد لله. بس انا ليه ما انساهاش؟ لان هو كان الحاجه الوحيده اللي هي كانت مضايقاه الكذب. وانا بطبعي فعلا كبرت، وانا ما بحبش اكذب. يعني انا اللي حاساه بقوله، واللي حاساه بعمله. ما عنديش الحته ما اعرفش اكذب. يعني انت لو جيتي قلتي لي حاجه معينه وانا المفروض اداري، مش هعرف، هيبان على وشي على طول ان انا هكذب. فما ده راجع للشكل اللي تربيتي بيه وانت صغيره. ايوه، احنا ما فيش حد عندنا كان، احنا كنا يعني بسطة مع بعض وبنحب بعض كلنا وطبيعيين. مفيش حد بيخبي على حد حاجه، وما اتعلمناش قوي الحته دي. حبيتي ان انت تربيتي بالشكل ده، ولا كنت تتمني شويه يبقى في شويه شده او شويه عقاب او شويه لا محاذير محطوطه يحسسوكي بالاهتمام اكتر من ما هو لو كانت دي موجوده كنا احنا عايزين العكس برضه. انت عارفه دايما ده صح. والله يعني انت عندك ده قوي تبقى عايزه الناحيه دي، وعندك دي قوي عايزه الناحيه دي. أنا أحياناً بحس إن الحب كفاية، يكفي إن الولاد يسمعوا الكلام. الحب والاحتواء يكفي، لأن أنتِ لو حسيتي إن أمك وأبوكي بيحبوكي حب بجد وخايفين عليكي، مش هتبقي عايزة تغلطي، مش هتبقي عايزة تعملي حاجة مش تمام، هتبقي بالعكس حباً ليهم. لكن لو أنتِ طول الوقت في جلد، هتبقي على طول عايزة تهربي وعايزة، فاهمة الحتة دي؟ فأنا لا، الحمد لله أنا